وفي اتصال هاتفي في نشرة سابقة أكد السيد محمد الحمادي رئيس جمعية الصحفيين الإماراتية أن دولة الإمارات اهتمت منذ تأسيسها قبل 51 عاما بالإنسان الذي يعد محور اهتمام القيادة، مما جعل الإمارات تزدهر وتنمو في مختلف مجالات التنمية. لدولة الإمارات منذ أكثر من 51 عام بدأت مسيرتها الاتحادية وبدأت هذا العصر الجديد حقيقة من تاريخها. ربما النقطة المهمة في الإنجازات الكبيرة التي تحدث في دولة الإمارات هو الاهتمام بالإنسان. الإنسان كان منذ اليوم الأول هو محور اهتمام القيادة وعنصر الارتكاز في بناء الوطن. لذلك نجد عندما تم بناء الإنسان بعد ذلك نرى المشاريع الأخرى تمت ونرى حقيقة التنمية الكبيرة التي تشهدها دولة الإمارات سواء من النواحي الاقتصادية أو السياسية والجوانب المختلفة. والأمر الآخر ربما ما تؤمن به دولة الإمارات في عقيدتها السياسية بأن عملها وتطورها ونموها يرتبط بشكل مباشر بجيرانها بمحيطها بمن حولها في المنطقة. لذلك نجد أن علاقات دولة الإمارات القوية مع دول الجوار ومشاركتها حقيقة في الإنجازات وفي التنمية هي كذلك نصب عيونها منذ اليوم الأول.